قبل عزل مرسي بساعات وسقوط مشروع الإسلام السياسي في مصر، كانت الساعات الأخيرة حافلة بتهديدات مرسي للمؤسسة العسكرية بأمريكا والغرب والعنف، ولكن الجيش الوطني المصري لم يتردد في خلعه استجابة لمطلب الشارع الملح. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. أنهى بيان الجيش المصري الصادر أول من أمس تجربة الإخوان المسلمين في الحكم. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. التجربة التي كانت قصيرة بمدتها إلا أنها كانت كافية لتوحيد إرادة المصريين ومن خلفهم جيشهم الوطني من أجل لفظها والتعجيل بإنهائها. عرفت الأيام التي سبقت قرار الجيش بالتدخل أحداثا كشف بعضها فيما بقي بعضها الآخر مطويا حبيس حرص من شهدوه ومرهونا بمرور الزمن. فما الذي جرى؟ ذكرت المصادر أن اجتماعا عقد بين مرسي وقادة الجيش عقب مظاهرات 21 يونيو حزيران الفائت. اتسم الاجتماع بالحدة والتشنج بعد أن أدرك القادة العسكريون أن الإخوان لا يريدون حلا، ما دفع رئيس الأركان صدقي صبحي لاتهام مرسي بأنه يقود مصر إلى الهاوية. بعد الاجتماع العاصف أيقن مرسي خسارته للجيش الذي أمهله أسبوعا لإيجاد تسوية بعيدا عن أوهام المواجهة مع الطوفان الشعبي الهادر. انتظر مرسي أياما قبل أن يستدعي وزير الدفاع بنية إقالته. رفض السيسي الحضور ثم اجتمع بالمجلس العسكري وأصدر بيانا أمهل فيه مرسي 48 ساعة أخيرة لإيجاد تسوية مع الناس. رفض مرسي البيان واستدعى وزير الخارجية محمد كامل عمرو لإبلاغ سفراء الغرب بصدامه مع الجيش طالبا منهم التدخل ولو عسكريا لمنع ذلك. أبلغ عمرو الجيش بفحوى الرسالة التي طلب إليه نقلها لسفراء الغرب ثم استقال. فقام عصام حداد مساعد مرسي بتولي الأمر وأبلغ الغرب الطلب الإخواني بالتدخل ولو عسكريا ضد الجيش، الأمر الذي أثار استياء شديدا لدى القادة العسكريين فقطعوه شعرة معاوية. انتهت الساعات 48 فسارع الجيش إلى تنفيذ الإنذار. عزل مرسي ووضع تحت الإقامة الجبرية بعد أن هدد الجيش بالتدخل الأمريكي فضلا عن توعده بإشعال البلاد، الأمر الذي أكده مرشده محمد بديع بخطابه في رابع العدوية. الخطاب التحريضي أفضى إلى مقتل ما يزيد عن 40 مواطنا وجرح الآلاف، فسارع محمد الطيب الإمام الأكبر بالأزهر الشريف للتدخل موجها رسالة للمصريين. أناشدكم أن تحافظوا على طهارة أيديكم من التلوث بالدماء أو الهدم أو التخريب، إنها فتنة مهلكة تذهب بوحدتكم، فتنة تصرف قواتنا المسلحة الباسلة عن رسالتها الوطنية الأصلية. وهي الرسالة التي أساء فهمها الإخوان كما أساءوا فهم هذه الرسالة من قبل. فلا تزال الأنباء تتوارد عن مقتل مواطنين بالإسكندرية ورهبان بالعريش وغير ذلك، كاستخدام السوريين وتسليحهم والزج بهم في مواجهة الجيش والشارع المصري.